بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لعل هذه الأيام من الأيام العصيبة والأيام التي تتشابه فيها وجوهها، فوجه السبت كوجه الأحد كوجه الاثنين والخلاف قليل، والشباب الذي كان قبل الأحداث يجتهد في طلب العلم ويجتهد في الدعوة ويحرص على جمع الناس في المساجد، صار كثير من ذلك الشباب بعيدا عن ذلك الواجب الكفائي الذي ذهب بعض أهل العلم إلى أنه عيني واجب الدعوة إلى الله عز وجل، وانشغل الناس في أمور فرضت عليهم فرضا ولم يصبح لهم فيها اختيار، ففي كل يوم نجد أحداثا جساما تفرض واقعها على حال الدعوة، وصار إخواننا من المشايخ وطلبتنا من محبي العلم حريصين كل يوم على حل هذا الإشكال. وهذا الوضع المتأزم يجعلنا نؤكد على منهج الإصلاح الذي كنا نتكلم فيه قبل الأحداث، فحدثتكم أيها الأحباب أن منهج الإصلاح يقوم على عدة أصول. الأصل الأول نشر المعاني العقائدية، نشر المعاني العقائدية. اثنين إيجاد العلماء الربانيين. ثلاثة اجتماع الأمة حول علمائها الربانيين. أربعة انشغال الأمة بما ينفعها. هذا هو منهج الإصلاح، البرنامج الذي تكلمنا فيه كثيرا قبل الأحداث بسنين وقبل الأحداث بشهور وفي الأحداث وبعد الأحداث، وأؤكده الآن، لأن هذه الأوقات هناك ضعضعة للمعاني العقائدية. هذه الأيام نعيش مرحلة ضعضعة المعاني العقائدية، بدل ما نعيش مرحلة نشر المعاني العقائدية نحن الآن نعيش مرحلة ضعضعة المعاني العقائدية. أمريكا عدوة الإسلام والمسلمين جعلت من أول اهتماماتها بمنطقة العالم الإسلامي تغيير الخطاب الديني، وهذه الكلمة تعجبنا لها كثيرا، تغيير الخطاب الديني. الخطاب الديني كيف يتغير؟ فخطاب الله تعالى للمكلفين، من الذي يملك على وجه الأرض أن يغيره؟ خطاب الله تعالى للمكلفين، سواء كان ذلك الخطاب خطابا شرعيا تكليفيا أو خطابا شرعيا وضعيا، هذا كله إنما إلى الشرع، إلى الكتاب والسنة. فهل يستطيع أحد أو تقدر قوة على وجه الأرض أن تغير هذا الخطاب؟ هذه المسألة طالما فكرت فيها كثيرا، حتى رجال الأزهر والأوقاف عندما كانوا ينشئون المؤتمرات، المؤتمر الأول للخطاب الديني، خطاب الديني لا نعرف ماذا يقصدون بتغيير الخطاب الديني ولا ما المقصود بالخطاب الديني،
كلمات واسعة. لكن الآن تبدى لنا ماذا يقصد بتغيير الخطاب الديني. المقصود بتغيير الخطاب الديني أن يغير أو أن تغير المعاني العقائدية عن طريق ضعضعتها، عن طريق إضعافها في الواقع. أخطر المباحث العقائدية مبحث الولاء والبراء، مبحث خطير جدا، ومبحث التوحيد والشرك مبحث خطير جدا. يبقى الولاء والبراء ومبحث التوحيد والشرك، هذان المبحثان من أخطر المباحث العقائدية. ومن هنا لابد من ضعضعة معاني التوحيد ومن ضعضعة معاني الولاء والبراء. إذا ماذا يقصد بالخطاب بتغيير الخطاب الديني؟ الجواب: يقصد بتغيير الخطاب الديني ضعضعة المعاني العقائدية. لماذا؟ لإخراج مسلم ضعيف الاعتقاد يمكن السيطرة عليه فكريا. عاوزين مسلم نقدر ان احنا نوجهه بالريموت كنترول، نقول له اقف اقعد يمين شمال يسمع الكلام. لكن المسلم العقائدي هذا لا يمكن احد ان يوجهه، لان توجيهه لا يكون الا بماذا؟ الا بالشرع. النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مكث في مكة سنين عددة يدعو إلى كلمة واحدة، إلى لا إله إلا الله. وقلت لكم من الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش في مكة ويبدأ في إقامة تحالفات قوية، إما عن طريق القبيلة وإما عن طريق المال لتقوية الإسلام ورفعته. مثلا هم قالوا له: إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. سبحان الله، اسمعوا يا إخواني، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا. أنا أتصور أن الناس في زمننا هذا لو كانوا هم زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقاسوا الأمور بآرائهم. يقول لك: خلاص، لابد أن يكون عندنا فقه للواقع، ولابد أن ندرس المصالح وتزاحمها، أن ندرس المصالح وتزاحمها، وأن ندرس أيضا المفاسدة وتراجحها، ونحاول أن نقلل المفاسد وأن نزيد من المصالح. لو أننا أخرنا الدعوة إلى الله عز وجل أسبوع، اثنين، شهر، اثنين، ثلاث، ست شهور، خلاص خلاص يا أهل قريش، لن أتكلم في الدين ولن أجهر بدين الله عز وجل، ولكن أريد المال. سيجمعون له المال حتى يكون غنيا. يذهب النبي عليه الصلاة والسلام خلال هذه الأشهر إلى سوق عكاظ وذي المجنة والمجاز، ويبتدئ في شراء العبيد، ما هو مال عريض. والعبد إنما هو على دين مولاه. ما الذي أسخط المشركين في مكة؟ أن عبيدهم خالفوهم في دينهم. الله، تاني شريك بفلوسي، تخلفني في عقيدتي إزاي؟ هذا الذي أثار حنقهم وأصابهم بالغيظ والأسى. أن النبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يغير عقيدة العبيد، وأن يفرق بين الابن وأبيه، والعبد وسيده،
ولذلك حاربوا الإسلام باعتباره قوة اجتماعية لها تغيير قوي. النبي عليه الصلاة والسلام أتصور لو أنه بعقليات أهل هذا الزمان كان يأخر الدعوة 6 شهور، يشتري العبيد، وبعد ما يشتري العبيد يصبح هؤلاء العبيد على دين من؟ على دين سيدهم. يبقى عندنا حوالي 5-7 آلاف عبد كلهم مسلمون. في ذلك الوقت التسليح سهل وميسور، بسهولة جدا يتسلحهم بالسيوف والخناجر والسهام والفؤوس، ويقف النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصف. بدلا من أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله يخيرهم بين أمرين، إما أن يسلموا وإما أن يميل عليهم ليستأصلهم ويقضي على خضرائهم. يبقى أهل مكة حاجة من اثنين، إما يسلمهم وإما ماذا؟ وإما يقتلوا. هذا طرح موجود، ومنيتنا إن الإنسان يغمض عينه يصحى من النوم يتلاقي مصر دي كلها محكومة بشرع الله عز وجل، الرجال والنساء والأطفال والمناهج التعليمية والإذاعة والتلفزيون والاقتصاد والسياسة والجيش. الواحد يمشي كده يجد مثلا مدير الأمن أخ نازل من مديرية الأمن، واخد بالك ازاي؟ ما شاء الله، السيفين والنسر أخ ما شاء الله. ممكن يجد ان وزير هنسميها بقى وزير الجهادية زي أيام زمان، وزارة الجهادية على رأسها مثل الشيخ مثلا أبو إسحاق. طبعا الآن يظن أبو إسحاق الحوين، احنا عندنا أبو إسحاق المنصوري. على رأسها مثل الشيخ أبو إسحاق مثل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والقوم يدخلون الجيش ليسوا مكرهين وإنما محبين مختارين. الشوارع نظيفة، المساجد ممتلئة، المقاهي ليس فيها حشيش ولا بنجو ولا مخدرات، الجامعات ليس فيها اختلاط ولا عري ولا فساد ولا إفساد، الناس يعيشون في نعمة وفي أمن وأمان، العالم كله يهاب هذه الدولة الإسلامية الفتية. أما اليهود فإن الله تعالى يحدث من شأنهم أمرا آخر، يصيبهم بالتفكك والاقتتال والخراب والخزي، فنرى أن نتركهم حتى يزداد فقرهم ويزداد خرابهم ثم ننقض عليهم لتكون خاتمتهم على أيدينا. كلنا يتمنى هذا اليوم، كلنا. لكن يا ترى هذه الأمنية الغالية هل ستتحقق عن طريق صناديق الانتخابات؟ دي مسألة خطيرة جدا. منتهى أمنية أصحاب الانتخابات الفوز، الفوز خلاص فازوا، وأصبح البرلمان مجلس الشعب، هنسميه مجلس الشعب الإسلامي، خلينا إلى أقصى تصور مجلس الشعب الإسلامي، وصار الدستور دستورا إسلاميا. مجلس الشعب الإسلامي هيصيغ دستور إسلامي. أما رئيس الجمهورية فصار هو سماحة الشيخ فلان هو رئيس الجمهورية، وأما الوزراء فهو فضيلة الشيخ فلان وزير الداخلية، فضيلة الشيخ فلان وزير التعليم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم أما بعد هذه اللحظة هي قول المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام: وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليه. عاوز تكون ملك؟ خلاص هنخليك إيه؟ ملك. ولكن ما رأيكم لو أن أمريكا صنعت بنا ما تصنع بالدول المارقة؟ عارفين الدول المارقة؟ زي أفغانستان والعراق وما إلى ذلك. ما رأيكم؟ هل الناس في الشارع، الناس البسطاء الذين يجرون على قوت أولادهم
ويريدون سد هذه الأفواه المفتوحة، هل يقدرون على الحصار الاقتصادي الذي سيضرب على مصر؟ يا ترى هل سنجد في مصر نبلاء وشرفاء وسادة يلتجئون مع المسلمين في ذلك الحصار كما التجأ نبلاء وأشراف بني عبد المطلب مع النبي عليه الصلاة والسلام في حصار الشعب؟ يا ترى هل سنجد ذلك؟ المشكلة الخطيرة جدا، المشكلة الخطيرة جدا أن الشعب إلى هذه اللحظة غير مهيأ، غير مهيأ لقبول دين الله عز وجل. الشعب بيحب الدين، لكن أن يحكم بالدين دي مسألة تانية. ولذلك لابد أن نصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. كان الممكن أن يكون التغيير من فوق، إن كنت تريد الملك ملكناك علينا، خلاص أبقى الملك. جلالة الملك المعظم المفدى مثلا زيد بن عمرو مثلا يأمر الشعب المادة الأولى أن يدخلوا في دين الله عز وجل طائعين. المادة الثانية من لم يدخل دين الله ضربت عنقه. المادة الثالثة على جميع الجهات تنفيذ ذلك الأمر. كان ممكن أمر ملكي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عانى السنوات الكثيرة من أجل تثبيت المعاني العقائدية. دي مسألة في منتهى الخطورة. دلوقتي لما الأحزاب الإسلامية تقول ليس هناك مانع من قبول النصارى في هذه الأحزاب، الله، قبول النصارى في هذه الأحزاب طالما أنهم يرتضون بأن تكون هوية مصر إسلامية، يبقى خلاص يكونوا معنا في هذه الأحزاب. وبعض هذه الأحزاب جعل النصراني نائبا ثانيا لرئيس الحزب، نائب ثاني لرئيس الحزب. طب لما نيجي نتكلم بقى عن الولاء والبراء، وإن البراء بيقتضي كره الكافرين وعدم استعمالهم، ونيجي احنا نستعمل ذلك النصراني ونجعله ماذا؟ نجعله نائبا ثانيا في حزبنا، نائبا ثانيا لرئيس الحزب. دي مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا. هذا الشباب الذي سمع منا العقيدة السلفية ودرسنا له العقيدة السلفية منذ سنين سيفاجأ، يجدون أننا نخالف ما كنا ندرس له. دي مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا. ينبغي لنا أن يكون، أو ينبغي أن يكون فقه الواقع مرتبطا، مرتبطا بماذا؟ بخطة الإصلاح. خطة إصلاح من تاني المعاني العقائدية، اثنين إيجاد العلماء الربانيين، ثلاثة اجتماع الأمة حول العلماء الربانيين، ثم أخيرا انشغال الأمة بما ينفعها. دي خطة الإصلاح التي ينبغي أن ندعو إليها. لكن الذي يحدث هذه اجتهادات، وأقول بأن إخواننا جزاهم الله خيرا هم مأجورون على اجتهادهم، ولا أشكك في نواياهم، هم يريدون الخير ويريدون رفعة الإسلام ويريدون التمكين لدين الله عز وجل، ولكن ليست هكذا تورد الإبل. ما ينفعش، لا يكون أبدا نصرة دين الله عز وجل على حساب هذه المعاني التي طالما كنا ندعو إليها وكنا نجمع الناس ونحشدهم عليها، فلابد أن نحذر من ذلك الأمر. صور من صور الضعف العقائدي، مثلا لو أن النصارى مثلا خطفوا مسلمة من أمامنا، يعني دلوقتي افترضنا أن في هناك نصرانية الآن أمامنا الآن وأسلمت أمامنا، وفجأة أتت سيارة ثم خطفت هذه الأخت المسلمة، ما هي الفتوى؟ الفتوى الموجودة الآن على أرض الواقع
إن خطفها مفسدة ولكن استردادها مفسدة أعظم، لأنه سيترتب على المطالبة واسترداد الأخت المسلمة فتنة طائفية. يبقى أيهما أولى؟ إن المسلمة تسلم لهم ولا تحصل فتنة طائفية؟ الفتوى لا، المصيبة الأكبر الفتنة الطائفية. يبقى وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إذن يلا يا نصارى خذوا هذه المسلمة، خذوها وروضوها عن دينها وافتنوها عن دينها، خذوها هنيئا مريئا. أما المسلمون فلابد أن يعيشوا تحت ظلال هذه القاعدة التي ستجعلهم يعيشون بهناء وهدوء بعيدا عن المشاكل والاضطراب. صورة ثانية، لو أن في شارع كشارع الجلاء وهناك قطعة أرض كبيرة تتجاوز 3000 متر، ثم سورت هذه القطعة، ثم بعد ذلك علي ذلك السور، ثم بعد ذلك وضعت أقمشة عالية طويلة، ثم خلال سنة انقشعت هذه الأقمشة فإذا هناك أبراج وهناك حصون. ما هذا؟ إنها كنيسة جديدة في شارع الجلاء. الفتوى أنه مع أن الكنيسة لا يجوز بناؤها، ولكن لو أننا طالبنا بهدمها بعد بنائها سيترتب على ذلك مفسدة، فتنة طائفية. يبقى إذن الفتنة الطائفية مفسدة وبناء الكنيسة مفسدة، أي المفسدتين أعظم؟ بناء الكنيسة ولا الدماء وسفك الدماء؟ مما لا شك أن المفسدة الأعظم سفك الدماء، وبالتالي لا بأس للنصارى أن يبنوا كنائسهم في كل شارع، لا بأس لا بأس، هذا أمر مقرر. طيب، بنفس هذا المنطلق وبهذه القاعدة اللانورانية، بنفس هذه القاعدة اللانورانية، لو أن المتسننين يثيرون المشاكل في مصر، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، عاوزين نخلي فلان مسؤول، لا، عاوزين نبني كنيسة، لا، عاوزين نعمل، لا، يبقى مين دايما اللي صوته مرتفع؟ الناس المتسننين دول. يبقى الناس دول هيعملوا الآتي، هتبدأ الدول الأوروبية المانحة في قطع المعونات الاقتصادية عن مصر. 2، هيترتب على ذلك غلق كثير من المصانع. 3، ستزيد البطالة في مصر. 4، سيحدث هناك انفساخ في الأمن والسلم الاجتماعيين، تزداد الجريمة لا سيما جرائم السرقة والقتل. ثم بعد ذلك إيه لا يحصل؟ لا يحصل هناك احتقان بسبب العطالة والبطالة والفقر والجوع، يحصل احتقان. الاحتقان هذا يؤدي إلى الانفجار، فتنفجر الأوضاع وتحدث الصراعات الفئوية والطبقية والملية بين أهل مصر، فيكون ذلك مدعاة لدخول الأجانب والاحتلال الأجنبي لمصر. إذن ما الذي تسبب في دخول الاحتلال مصر؟ مين؟ مين؟ ما تقولوا يا إخوانا توالكم. من تاني؟ أقول لكم القصة من تاني؟ سرحتوا. أحسن، أنتوا ناس علميين بتحبوا عبارة قصيرة، فلكن لما يكون في حدوتة طويلة، لأن دي مش حدوتة، دي عبارة عن برهان ولكن مقدماته عدة مقدمات. انتوا عقولكم مبنية على البرهان الأرسطي، مقدمتين ونتيجة، لكن البرهان الإسلامي ممكن يكون في عندنا 5 مقدمات و6 مقدمات، مفيش مشكلة. نقول من تاني المسألة، المسألة من تاني، إن الجماعة المتسننين دول لأنهم ناس ملتزمين بالدين، كل حاجة بيقفوا فيها، عاوزين يمنعوا التبرك، عاوزين يمنعوا النصارى يطلعوا مظاهرات، عاوزين يخلوا الناس يخشوا الجيش ملتحين والشرطة ملتحين، بحيث نجد ضابط المرور الأخ محمد
ضابط المرور وقف على بتاع مش عارف ايه. فالناس السنيين دول عملوا مشاكل جامدة جدا بسبب كثرتهم وبسبب كثرة مطالبهم وما الى ذلك. هناك مراقبون يرصدون الاحوال الاجتماعية في مصر. التقريرات ان الاحوال في مصر ان المتعصبين المتشددين يملكون أزمة الأمر في مصر. هيترتب على ذلك قطع المعونات عن مصر، أمريكا، اليابان، أوروبا، هذه الدول بتضخ كل سنة مليارات الدولارات لصالح مصر. هيترتب على قطع المعونات مشاكل اقتصادية كثيرة جدا، مشاكل اقتصادية كثيرة. أنت لما تيجي تنظر إلى المشاكل المترتبة على أزمة السولار، هناك قتلى ومصابين كل يوم، سولار الجاز، الناس بيتقاتلون على السولار كل يوم، قتلى ومصابين. عشان ماذا؟ عشان السولار. فما بال بقى لو في أزمة في رغيف العيش، وأزمة في الرز، وأزمة في اللحمة، وأزمة في السمك، وأزمة في الرز، في السكر والسمنة والزيت، وأزمة في الفراخ، وأزمة في كل حاجة، حتى في البني آدمين في أزمة. سيترتب على هذه الأزمات احتقان وصراعات فئوية وطبقية وملية. هذه الصراعات وهذا الاقتتال الداخلي سيشجع القوى الأجنبية على احتلال مصر. إذا احتلال مصر من قبل القوات الأجنبية، من سببها في الأصل؟ من المتسننون. أيوة. طب احتلال مصر ده أمر حسن ولا أمر سوء؟ أمر سوء. والوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان المتسننون كانوا وسيلة لحصول هذا المكروه، إذن هؤلاء المتسننون ماذا؟ من جملة المكروه. ده وجه تأصيلي. الوجه الثاني باعتبار المصالح والمفاسد، أن القضاء على المتسننين بالقتل والسجن مفسدة بالفعل. يعني نحن نقتل الناس ونسجنهم بدلهم ونفرق الأسر ونشرد الأولاد والزوجات، ده مفسدة. ولكن ضايع مصر، لأن مصر فوق الجميع، ضياع مصر مفسدة أعظم. يبقى لما نيجي نقارن بين تقتيل المتسننين، إن شاء الله نقتلهم كلهم، 3 4 5 مليون متسنن نقتلهم، أيها أولى، قتل المتسننين أم ضياع مصر؟ ما تقولوا أيها أولى؟ عندهم قتل المتسننين أولى. إذا تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إذا بهاتين القاعدتين يمكن أن نؤصل أولئك القوم القضاء على المتسننين في مصر. الوسائل لا أحكم المقاصد وإن تزاحم عدد المفاسد. يا إلهي، الأمر جد خطير. ولذلك أقول إن الضمان الحقيقي لهذه الدعوة بعد الله إنما هي الشعب، الناس لابد أن تحمل هذا الدين. عندما يحدث هناك اعتراض على بناء كنيسة، ونجد أن كل المعترضين كلهم من إخوة ملتحين، وعددهم كان 400-500، ممكن بالفعل يجمعوا ويقتلوا. لكن لما يكون المعترضين عشرات الآلاف من عامة الناس، إيه اللي يحصل؟ الأمر هنا يؤدي إلى استقرار. ولكم أن تعلموا أن أجبن من خلق الله على وجه الأرض هم عصاته، أجبن من خلق الله هم عصاته. يعني الناس اللي بيعصوا ربنا عز وجل من أجبن الناس، من أجبن الناس، وأجبن العصاة أهل الكفر والشرك. يبقى تحصل من ذلك أن أجبن من خلق الله أهل الكفر والشرك. جبنة جدا. أنتوا لما تشوفوا الحكايات اللي حكاها إخواننا اللي حضروا حرب 73، العجب العجاب، عجب عجاب. تواحد فتح دشمة بحيط الطوبة، بطوبة، قال الله أكبر، أحلام الطوبة كلهم تدوروا الجر ورفعوا إيديه بطوبة. يا إلهي، كلنا رأينا صورة هذا الطفل الصغير في فلسطين.
طفل عنده سنوات 7-8 سنين. الطفل ده جرى ورا عسكري اسرائيلي، عسكري شايل رشاش ومدفع سريع الطلقات وقنبلتين هنا وقنبله هنا ومش عارف ايه. والعجيبه ان ورا هذا العسكري كان في هناك ايه؟ دباب. العسكري يجري من امام هذا الطفل والدبابه تجري من قدامه. سبحان الله، ما هذا؟ ما هذا؟ قال الله: ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا. يبقى ناس بيحبوا الحياة. اهل الكفر هؤلاء من اجبن من خلق الله. ومن اجرأ من خلق الله اهل التوحيد. اهل التوحيد. فلما يجي اهل التوحيد يتنازلوا عن معاني الاعتقاد خشية الكفار وخشية المشركين، ايه اللي بيحصل؟ بيتأسد اهل الشرك واهل الكفر. وبالتالي لا ينبغي ان نقدم خطة ضعف او ذل لعبدة الصليب، لا ينبغي ذلك الامر. وليس ذلك دعوة الى فتنة، وانما هذه دعوة الى عصمة. ليست هذه دعوة الى قاصمة، وإنما هذه دعوة إلى عاصمة. فعزة مصر وأمنها وسلامها وسلمها وقوتها وعافيتها أن يكون شرع الإسلام سائدا، مش نحن نسيب بعض الشرع عشان نرضيهم، ما ينفعش. مثلا لا يجوز في الإسلام بناء كنيسة في أرض الإسلام. هي مصر دي دار كفر ولا دار إسلام؟ دار إسلام. طالما هي دار إسلام إذا لا يجوز بناء كنائس في أرض الإسلام. لو عندهم كنيسة قديمة خلاص، لكن نعمل كنائس جديدة ده حرام، ده إثم شرعي. العلماء اتفقوا على عدم جواز بناء الكنائس في الأراضي الممصرة أو المفتوحة عنوة، ده لا يجوز شرعا. يبقى كيف نخالف شرع الله عز وجل نرضي هؤلاء القوم؟ 14 كنيسة خلال أسبوعين دول تم افتتاحهم، حاجة ما حصلش من قبل. والآن مطالبة بفتح المطرانية الموجودة في مغاغة، ومطرانية تانية مفتوحة في مكان تاني أظن اسمه بروة، ولا أظن اسمه بروة أو حاجة زي كده على هذا الوزن. بخلاف الكنائس المنتشرة هنا وهناك، هذا الأمر لا يجوز شرعا، ولا ينبغي أن نفتي الناس بهذا الأمر، نقول لهم بالجواز بالجواز بالجواز. ومسألة الخوف من الفتنة الطائفية، لا، التصريح ببناء الكنائس هو الفتنة بعينها. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. إذن الفتنة ليست في الاستمساك بشرع الله، وإنما الفتنة في ماذا؟ في إعلاء الكفر والشرك. الفتنة في إعلاء الكفر والشرك. إذن لابد لإخواننا أن يعلموا حكم الله عز وجل في مثل هذه المسائل، وأن يعلموا أن من أعظم المسائل التي ينبغي أن تدرس وتدرس هذه الأيام مسألة الولاء والبراء، دي مسألة مهمة جدا. الأمر الثاني، لابد لإخواننا أن يسامحوا وأن يرحموا المشايخ الذين أفتوا بمثل هذه الفتاوى، لأنهم مجتهدون. لكن اتهام المشايخ بأنهم ممالئون ومفرطون وأنهم كذا وشتم وسباب المشايخ، هذا لا يجوز. فالمسلم ليس بالسباب ولا بالفاحش البذيء. ويقيننا أن إخواننا المشايخ في فتاويهم التي نزعم أنها مخالفة، ليست مخالفة لهذا الاجتهاد، وإنما هي مخالفة لإجماع أهل العلم، هذه الفتاوى ما قالوها إلا حرصا على المصلحة وخوفا على دين الله عز وجل وحبا للخير،
فهم حتى ولو لم يصيبوا فإنهم مأجورون بإذن الله تعالى أجر الاجتهاد. فينبغي أن نمسك ألسنتنا وأن نوقر كبراءنا وأن نرحمهم وأن نتلمس لهم المعاذير، دي مسألة مهمة جدا، وأن ننشغل بما ينفعنا، أن ننشغل بما ينفعنا. لكن أن نعود إلى الوراء مرة ثانية إن كل مجموعة يبقى لها شيخ ويبدأ ونبدأ نتنابذ ويبدأ التقاتل ويبدأ هناك الصراعات من أجل بعض الاجتهادات، هذا لا ينبغي أن يكون. فالله تعالى أسأل أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم أمين يا رب العالمين. وسامحونا اليوم على التأخير وسيعوض لكم بإذن الله تبارك وتعالى.